تدريبات تناغمية جماعية تدعمها رغبة هؤلاء الأطفال والفتيات والشبان في تعلم رياضة التايكواندو في قطاع غزة. تتم التدريبات بشكل مشترك وبلا حرج من قوالب مجتمعية، بعضها يحاول قولبة إبداع الفتيات في مجالات محددة. مريم ابنة 20 عاما وأختها ضحى ابنة 16 عاما مشين على درب والدهن الممارس لهذه الرياضة، وتدربن على طرق ركل الخصوم بالقدم وتسديد اللكمات بالأيدي بشكل يعزز الثقة بأنفسهن ويكسبهن مهارات الدفاع عن النفس. أنا بقالي 5 سنين بلعب اللعبة هاد 3 أيام في الأسبوع، بتركز فيها عشان فيها ليونة فبتخلي جسمي إنه مرن وهيك، وفيها كروجي وبومزة، ودخلت بطولات قبل هيك الحمد لله في مركز أول ومركز ثاني. بحب إنه بحكي للبنات اللي في جيلي إنهم يتدربوا اللعبة هذه، لأنها لعبة بتحفز النفس وبتعطي ثقة للنفس وبتعطيك برضو القوة عشان أي حد إذا تعرض للبنت أو لأي إشي، عشان تعطي يعني قوة للنفس وتدافع عن حالها. طموح المتدربين وصل لعنان السماء، كعبد الرحمن الذي احترف هذه الرياضة منذ 11 عاما وأصبح لاعبا في منتخب فلسطين. حصلت على عدة ميداليات، حصلت على بطولة فلسطين الدولية مركز ثاني. أنا أحب رياضة التايكواندو، مارستها من 2011 وهيني مكمل ل 2022، وإن شاء الله يحالفني الحظ وأكمل في البطولات الخارجية والعالمية وأحقق ميداليات أكثر وأكبر إنجازات. كانت هذه التدريبات جزءاً من التحضيرات للمنافسة في بطولة فلسطين للعبة التايكواندو المفتوحة والتي أقيمت في قطاع غزة، وشارك فيها لاعبون ولاعبات من الضفة الغربية بهدف تبادل الخبرات رغم منع الاحتلال بعضاً من زملائهم من الوصول للقطاع بعد رفضه إصدار تصاريح لهم. نيفين سليم، الغد، غزة فلسطين.